أجورا. شكرا لكم أنتم اللي التحقتوا بنا في الاستماع. ذكركم اليوم نحكي على العلاقات بين الجيران، كيفاش تشوفوا العلاقات هذه. فما شكون يقول لك قبل خير من طوى، تبدلت وتغيرت عديد المعطيات. دونك هذا الكل نحكي فيه معكم أنتم. تنجموا تكلمونا على 72 328 500، خليوا زاد الميساجات نتاعكم لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي، والا باج البرنامج أجورا باي راديو ميد. نرحب من جديد بسي عماد الغراري. مرحبا سي عماد من جديد. معنا بالتليفون مونيا من الزهرة. مرحبا بيك يا عايشك. مرحبا بيك. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا في الزهرة. يا عايشك عايش خويا. مرحبا تفضل. انتم تحكيوا على الجيران، حبيت نحكي انا على الجيران. هي قبل كان جيران بالحق، كانوا مع بعضهم كانوا شبه بعضهم، نتلموا مع بعضنا، نقعدوا مع بعضنا، كل شيء. اما تو حسيتها تبدلت، يعني ما عادش كي قبل. مونيا بالله انا باش نطلب منك حاجه، انك تسكر الراديو بحذاك ولا تنقص فيه، على خاطر نسمو فيك صوتي تعاود. قول لي مونيا تفضل. قلت لك قبل كانت كنا مع بعضنا بالكبير وكل شيء، وما تو كل شيء تبدلوا الجيران ما عادش كي قبل. من ناحيه تبدلوا؟ تبدلوا ما نعرفش، ولينا ببعضهم برشا، على خاطر نحنا كانوا وحدنا جيران باهين، حاصلوا نقلوا هذوكم. جو زوج جيران جدد يعسوا عليك، يفتنوا ما بين يفتنوا، يمشيوا الجار هذيك يقولوا راهي هذيك قالت فيك كلام هذيك، معناها واحد ولا يجبد في روحهم ولا ما عادش يحب يحكي معاهم جمله. معناتها انت تحسر على الكلمات اللي كانوا فيهم جيرانك الاولانيين؟ يا حسره والله يا حسره. كيفاش كنتوا معناتها في حياتكم مع بعضكم كجيران؟ كنا حاسين نعملوا الجو مع بعضنا، نتعشوا في الليل مع بعضنا، ساعات نباتوا حدا بعضنا، معناتها كل شيء. حتى ولو قبل كنا نحكيوا مع بعضنا، معناها ما تنساش تخرج لبرا. اما طلعت معناها تحكي اي حكايه، معناها تخاف. تلقون عند العباد الكل يحكيوا، معناها جيران ما عادش كيقبل بصراحه. توا انا احنا عندنا جار بحذانا حاصيلو راجل طيب باهي، ولاده زوز عرسوا، بنوا على طاقين، عملوا الدار نتاعهم، ولات تصب المطر في دارنا. كلمتهم ولاو ما عادش يحبوا، معناها يقول لك لا ما نقدش، انت اطلع قدها. واو امي بيشوف الدار. انت ما بدلتش البلاصه، تعيش في بلاصه اخرى من الاول في الزهره من صغرك معناتها؟ من الاول كنا نسكنوا في الزهره نتاع حدا البحر، ومن بعد نقلنا لبرج الوزير الزهره. واذا نهار اخر تنقل البلاصه مثلا، نسالك سؤال، معناتها تنقل البلاصه تنجم تعمل جيران جدد؟ نجم نعمل جيران جدد، خاطرني انا باهيه برشا بالحق، راه انا نحب العباد. نحبهم معناتها. وظاهره معناتها اذا تتحسر على معناتها جيران اخرين، ظاهره معناتها انت سوسيابل وتحب الجيران، ظاهره يعني. يعطيك الصحه والله. حتى انا توا مثلا كي نمشي للزهره غاديك، نمشي للجيران نقدم نقعد حداهم، مش كيما برج الوزير هنا. نحسهم في برج الوزير الزهره، معناها حتى ولو كي نخرج انا وامي مثلا، نخرجوا نعبتوا مثلا تونس دار فامي نتاعنا، ما نجمش نخلي الدار وحدها، نخاف. اي امي مثلا نبعثها في ثنيه اخرى، وانا نمشي في ثنيه اخرى، كم نكون نخليه الضوء يشعل ونخليه التلفزه كم نكون فما تكون في الدار. قبل ما كنتوش تعملوا فيها هذه؟ لا ما كناش نعملوا فيها. بل معناها توا معناها وليت تخوف، حتى ولو انا كنت بيت وحدي في الدار نخاف، ما نجمش نبيت وحدي في الدار. واضح يا مونيا، واضح. شكرا لك، بارك الله فيك مونيا. يعيشك، ميرسي بوكو، عايشك، بارك الله فيك. سي عماد دونك معناتها باش تعطينا رايك شوي اخر في الموضوع هذايا، سورتو من حكايه الخوف هذايا، وكانه والانسان معناتها كيبدل الجيران نتاعو، اسكو ينجم يعمل جيران اخرين ولا لا. وكما قالت مونيا دونك معناتها موضوع مهم، سورتو انه تدخل ياسر في نفسيه الانسان وفي تعامله زاد مع العباد. دونك انتم تنجموا تكلمونا على 72 328 500، تنجموا زاد تتفاعلوا معنا باللي كومنتير نتاعكم بالميساجات نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي، والا زاد باج البرنامج اجورا باي راديو ميد. وراجعين معكم ما تبعدوش.